والحماية الرئاسية تقابل عدن سعير حرب ثانية ليس الحوثيون طرفا فيها، بل هي اقتتال داخلي بين ألوية الحماية الرئاسية التابعة للحكومة الشرعية اليمنية والحزام الأمني، وهي قوات قوامها عشرات آلاف المقاتلين تمولها وتدعمها دولة الإمارات وتوصف بالذراع العسكرية لما يعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي الداعي لانفصال الجنوب. حرب شوارع يخوضها الطرفان بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، وتتسع رقعتها دون ما اكتراث لدعوات التحالف السعودي الإماراتي إلى التهدئة. يتركز القتال تحديدا في حي كريتر، حيث قصر المعاشيق الرئاسي ومقر الحكومة اليمنية، وكذلك في مديرية خور مكسر، حيث معسكر بدر مقر القوات الموالية للرئيس عبدربو منصور هادي والقريب من مطار عدن الدولي. يصف مسؤولون في الحكومة اليمنية ما يحدث في عاصمتهم المؤقتة بأنه محاولة انقلاب تؤججها أبو ظبي. نعلن النفير العام لكافة أبناء شعبنا. فالمواجهات اشتعلت بدعوة هاني بن بوريك نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي إلى النفير العام واقتحام القصر الرئاسي، متهما الرئيس هادي والحكومة الشرعية بموالاة حزب الإصلاح ومن وصفهم بالخونة المعادين للجنوبيين. ترافقت هذه الدعوات مع تشييع قتلى هجوم الحوثيين على عرض عسكري لقوات الحزام الأمني قبل أسبوع.